في هذا اللقاء الجميل، وفي أكيد دار في بالك بعض الفوائد والطرف الجميلة. والله يا أبو عبد العزيز ما في بالي شيء من الطرف، لكن نبي نذكر السادة المشاهدين أن مجلسنا هذا متنوع. يا سلام. فيه الشاعر وفيه المنشد وفيه صاحب الطرفة وصاحب السالفة الزينة، وترى وهذه موهبة، يعني صاحب الطرفة واللي عنده يعني سالفة زينة وعنده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حب الأعمال لله عز وجل إدخال السرور على قلب المسلم. جميل. إدخالك السرور لما الواحد مثل أخونا يزيد ولا زياد رياض، زياد يزيد رياض كلها رياض ولا يزيد ولا واحد من ضيوفنا اليوم يذكر له موقف ولا سالفة ربما موجود في أحد البيوت اللي تابعونا، واحد ضايق خاطره، واحد مهموم، واحد تفكيره يعني في شيء، ولما يسمع الطرفة هذه ولا السالفة هذه ينجلي همه وينكشف غمه ويستانس ويدخل السرور على قلبه. ترى ودي الإخوان لا زياد ولا رياض ولا احتسبها، ترى فيها أجر. صحيح. لما تدخل والله الشيء على قلب كل الناس مستانسين مثلنا اليوم، لا فيه من اللي ضايق خاطره واللي إيه، لما تذكر سالفة فإن نبيكم بعد تزيدون تعطونا شيء من اللي عندكم. واجد اللي مكبدت عليه الهموم، الناس يحسبون كل أحد مستانس. صحيح صحيح. بعض الناس على ضغوطاي رافعة تنبه الضغوطاي، لكنه يونس الناس. أنت راك مسوي خير الحين. يا بعد روحي، طبيعة الإنسان إنه أحيانًا يشوفه يضحك يقول هذا بارد قلب، هذا ما أبو حساس. ما يدرون إنه أحيانًا قلبه أرق من هذي وشي. ودائم يا شو اسمه الولد أبو سعود. دائم الإنسان اللي يدخل السعادة على الآخرين وهاللون يحسبونه الناس إنه مستانس. فهو طالع من المود اللي هو بوه، اما يعني من تعب وكبت، فهو يحتسب الاجر لله سبحانه وتعالى، وان شاء الله انه توفق. ودائما اذا سعدت روحك ان دخلت بمجال السعاده، دخلت روحك بالحزن انت سبحان الله صرت، فجالس السعادة وجالس الناس اللي تدلك على الخير تمشي امورك، ويا جالس اللي يحطمونك لا ما ادري شو انت، هذا تركيبه الجسم سبحان الله هاللون، يعني يصير حزين ويصير كئيب. اذا كان الواحد مو بسعيد يقول من الافضل انه تصنع السعادة. صح. عشان تسعد غيرك. صح. يا سلام. مو بشرط تكونك أنت مبسوط ناس، لا حتى ولو تصنعها، تصنع الابتسامة حتى يبتسم غيرك يسعد غيرك. صح. وحتى لما تدخل مقابلة الجمهور بمدائرة حكومية أو بشركة أو بمجال، لما تدخل عليه تشوفه مبتسم هاللون، حتى لو كانت المعاملة ما خلصت أو تخلص بعد فترة وبعد، أنت سبحان الله أنت تقبله. بينما بعضهم سبحان الله لو خدمك وخلصك بالحاجة بالمقابل مقابلة الجمهور وجهه سبحان الله ما هو يعني انت ما تاخذه بريحيه سبحان الله. يا سلام. فهي الحياه ما هي شيء، اول الناس يعني من جوع وفقر، الناس الحين بغنى وخير ونعمه، هذا فضل الله ثم فضل حكومتنا وفضل الخير احنا ابوه، لكن الناس ما تبي الا يعني ما يبي الواحد لا مشايخ ولا شيء، يبي الناس تسمع.